بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوتي واخواتي اعضاء التدريس بكليه الهندسه من المعيد الاستاذ. انا الدكتور محمد نبيل صبري مرشح نفسي عميد لكليه الهندسه. نبذه سريعه عني، انا كشهاداتي يعني ودرجات علميه، انا حاسب بكالوريوس هندسه من عين شمس سنه 76 امتياز مرتبه الشرف، وكنت الاول على الدفعه من اعدادي بكالوريوس، وبعد كده خدت الدكتوراه من فرنسا، دكتوراه الدوله في العلوم من فرنسا سنه 84 بتقدير مشرف جدا، وكنت معيد في الهندسه هنا من 77 واستاذ من سنه 2000. الرؤيه اللي عندي كليه الهندسه هي كليه عصريه تسهم في نهضه مصر. عارفكم عارفين طبعا انه منصب العميد ده منصب اداري واكاديمي، بس الاداره بتلعب فيه دور كبير. والاداره ثلاث عناصر، اول عنصر هي القدره على الهام الناس بتبني الرؤيه، ثاني عنصر هو التفويض، وثالث عنصر هو المتابعه. في جميع الاحوال المحور والاساس هو الناس. الناس اقصد بيها الطلبه، انا عايز يكون عندنا خريج قادر على مواجهه تحديات العولمه، عايز يكون عندنا معيد يعمل في تناغم مع اساتذته للصالح المشترك وفي اطار من الاحترام المتبادل، وعايز يبقى عندنا استاذ مطور للتعليم ومنخرط في البحث العلمي لصالحه الشخصي العلمي والمادي ولصالح الكليه. طبعا بعد ما اتكلم عن نظام الاداره اللي انا بفكر فيه، حابب اتكلم عن التعليم والبحث العلمي وخدمه المجتمع، والحاجه اللي انا نفسي ان حضراتكم تضعوها في اختيار المرشح بتاعكم مش بس مناسبه البرنامج لمتطلباتكم، ولكن ايضا قدره المرشح على ان هو ينفذ هذه المتطلبات. اول حاجه انا بسميه نظام الحوكمه او نظام الاداره. انا ناوي ان شاء الله استفيد من جميع الخبرات الموجوده في الكليه، سواء بالنسبة للوكلاء أو بالنسبة للجان العمل اللي هشكلها إن شاء الله، بحيث تشمل جميع الأقسام وتشمل جميع الأعمار، من أول المدرس العائد حديثا اللي عنده أفكار جديدة إلى الأستاذ المتفرغ وعنده خبرة ما نقدرش نستغنى عنها. أهم حاجة عايز أركز عليها هي الشفافية. أنا بتعهد قدامكم إن أنا الإفصاح الكامل عن دخل العميد، وأي مخصصات بتروح للعميد بصفته يعني من غير ما يعمل فيها شغل بجد يعني. هذا الكلام ان شاء الله سيعاد توجيهه لصالح الكليه وفي اطار من الشفافيه الكامله ان شاء الله. تاني مبدا في الحوكمه، احنا عندنا في الكليه انشانا اتحاد اعضاء هيئه التدريس، وكان احد مش احد كنا اول كليه في مصر تعمل هذا الاتحاد، وكان ليا شرف الدعوه لهذا الاتحاد، وكان ليا شرف ان انا حظيت بثقتكم وانا ممثل هذا الاتحاد، وانشانا الائتلاف الموحد لاعضاء التدريس على مستوى الجامعات المصريه، اللي كان له دور كبير في اللي احنا وصلناه النهارده. احنا نهني انفسنا ان في حاجه اسمها انتخاب قيادات، ولولا هذه الحركه اللي انتم ساهمتوا فيها ما كناش هنوصل لها. المهم هذا الاتحاد بالاضافه للناخبين او للاسف اعضاء المجمع الانتخابي لرئيس الجامعه، عايز اشكل منهم حاجه زي مجلس الشعب كده، يبقى رقابه ومتابعه لاداء العميد ايا كان هذا العميد. المبدا الثالث في الحوكمه، انا عايز انشئ مكتب للخدمات الاداريه. احنا متعودين ان احنا للاسف يعني لما بنروح لاي مكتب اداري ان الموظف اللي قدامك بيتعامل معاك انك انت طالب منه خدمه، مع ان المفروض هو العكس. المفروض ان شغله اي منصب اداري من اول عمليه النظافه للعميد، ما العميد برضه منصب اداري، شغلته هو خدمه الاستاذ او العضو التدريس من المعيد للاستاذ، ولازم يبقى فاهم لازم الاستاذ المعيد للاستاذ يبقى محور العمل في الكليه. الخبرات الاداريه اللي عندي، انا يعني الحمد لله كنت مدير، مش بس مدير، ومدير مؤسس لعدد من الهيئات في مصر وفي الخارج. ويمكن اكتر حاجه يعني بحب اركز عليها ان انا كنت مدير قطاع باكمله في شركه متعدده الجنسيات، وهذه الشركه انا كنت مسؤول عن كل الانشطه اللي في هذا القطاع من امريكا لغايه اليابان مرورا بعدد من الدول. ويمكن الميزه ان هو ده يمكن نظام الاداره الامريكاني، بغض النظر عن راينا في اي حاجه، لكن يجب ان نعطي لكل ذي حق حقه. الاداره الامريكيه هي اداره متميزه جدا، وما بداوا يدوني شويه كورسات كده لمده اسبوع، بس مش هي دي تعليم الاداره. ولمده سنه كان في معايا واحده خبيره اداره قاعده ما لهاش اي صلاحيه اتخاذ قرار، بس ليها صلاحيه الاطلاع على جميع المستندات. وطول هذه السنه كانت بتعلمني الإدارة عمليا، والحقيقة الخبرة اللي استفدتها خلال هذه السنة خبرة قيمة جدا. بعدها عملت حاجات كتير. أولا أنا مؤسس أول عميد ومؤسس لكلية الهندسة في الجامعة الفرنسية، استلمتها من أول ما فيش مبنى، ما فيش برامج، ما فيش أساتذة، ما فيش معامل، إلى في كلية شغالة. مؤسس لحاجات كتير هتبقى موجودة في السي في إن شاء الله لحضراتكم، هنديكم يعني رابط ليها.
مركز تعليم مستمر، مركز أبحاث وتطوير، مدير لمشروع في اليونسكو قعد سنة إلى آخره. بالنسبة للتعليم، أولا أنا عايز أركز مش على تحديث المناهج ولكن على تحديث الأسلوب. هو ده يعني الناس كتير بتتكلم عايزين نزود مناهج هنا مناهج شمال، الأهم هو تحديث الأسلوب. تحديث الأسلوب إحنا متعودين على التعليم، بينما العالم كله متجه ناحية التعلم. الفرق كبير. التعليم أستاذ بيلق، التعلم الطالب هو اللي بيتعلم، الطالب هو محور ومركز العملية التعليمية، من خلال تفاعل مع أستاذه، من خلال تفاعله مع الانترنت، من خلال تفاعله مع زملائه الى اخره. ومن خلال برضه في النهارده حاجه اسمها الموارد التعليميه المفتوحه، دي مبادره كنت شرفت بان انا احد اللي دعوا اليها وتبناها يونسكو على مستوى العالم، واصبح في عدد كبير جدا من الموارد التعليميه بناء على هذه المبادره المفتوحه للجميع. ام اي تي انتوا تعرفوه ده جزء من هذه المبادره، سي ام يو اللي هي كارنيجي ميلون يونيفرستي الى اخره. طبعا هنتكلم على حاجة ممكن تاخد مجهود وسنين طويلة، بس عايزين نبتدي. وأنا شايف إزاي نبتدي، هنعمل زي ما كنا بنعمل أو زي ما كان موجود بره. هنعتمد إلى حد كبير جدا على المشاريع. طلب السنة تانية هيبقى عندهم مشاريع صغيرة، طلب السنة تالتة هيبقى عندهم مشاريع متوسطة. على فكرة بره مشاريع متوسطة دي ما تقلش عن مشروع التخرج اللي احنا بنعمله، مش عايز أقول أكتر من كده. وفي سنة رابعة بنتكلم عن مشروع كبير بجد، يعني مشروع بيتم بالتعاون مع هيئات صناعية وشركات، مشروع حقيقي. الطالب اللي هيبتدي يتعود على ان هي المشاريع من اول سنة تانية لغاية التخرج هيكتسب حاجات كتيرة جدا. اول حاجة هيكتسبها هي قدرة على التعلم الذاتي، مفيش مشروع الا هينافسه متعلم، ما يحتاج نتعلم حاجة. تاني حاجة هيبقى عنده ثقافة متعددة التخصصات، لان كل مشروع هيبقى عايز حتة ميكانيكا حتة مدني الى اخره. هيتعلم ادارة المشروعات عمليا والعمل في فريق، وهيتعلم ازاي مهارات العرض. الطالب اللي هيتعلم الحاجات دي هي دي اللي هتشغله وهتفرق معاه كتير جدا. بالنسبه للمحتوى طبعا ضروري محتاجين نحدثه، احنا عندنا تخصصات قديمه جدا، عايزين نخش في التخصصات الجديده، ميكاترونكس، هندسه طبيه الى اخره. انا ما افرضش حاجه، هنعمل دراسه وهنشوف ايه التخصصات اللي احنا محتاجين نضيفها، محتاجين مراجعه شامله للمناهج. اللي بيحصل بره عشان التعليم والتكنولوجيا كلها بتتطور بمعدل كبير جدا، فبيهتموا بحاجتين. اول حاجه الاساسيات، الرياضه والطبيعه الطالب لازم يمتلكها كويس. تاني حاجه بالنسبه للتطبيقات لازم يكتسب القدره على التعلم الذاتي من خلال مشاريع زي ما قلت. فدي هيبقى محتاجين ان احنا ندخل مواد جديده، مواد حديثه وتخصصات بينيه. عايزين نستخدم الموارد التعليميه المفتوحه، عايزين الاساتذه يبتدوا هم ينتجوا هذه الموارد ونقدر نجيب لها تمويل دولي، وانا الحاجات دي عملتها قبل كده وعارف سكتها ان شاء الله، بحيث ان هو هتنتج الاستاذ هينتج مواد تعليميه الطالب يستخدمها وفي نفس الوقت هيتعود عليه ماديا ان شاء الله. وتحديث المعامل طبعا. بالنسبه لخبرتي في مجال التعليم اقدر اقول ان انا يمكن شاركت مثلا في زي ما قلت قبل كده في انشاء كليه الهندسه في الجامعه الفرنسيه، كنت اول عميد ليها. من ضمن ما عملته انا كنت رئيس اللجنه الاكاديميه اللي هي حطت المناهج. المناهج اللي وزاره التعليم العالي المصريه وافقت عليها وبقت شهاده معتمده، والفرنسيه انا بتكلم على المناهج وافق عليها الطرفان وافق عليها، بحيث خريج الجامعه الفرنسيه بيقدر ان هو يشتغل يمارس مهنه مهندس في فرنسا من غير ما يعمل اي معادله ولا اي حاجه. اللي انا عملته هناك عايز اعمله هنا ان شاء الله بمساعدتكم. نقدر نحدث المناهج من غير ما نخرج عن اطار النظام الموجود في مصر، بس نضيف عليها عناصر تخلينا نقرب من اللي بيحصل بره. انا برضو كنت يعني احد صانعي مبادره الموارد التعليميه المفتوحه زي ما قلت لكم، وكنت متحدث مدعو من اليونسكو في 5 مؤتمرات عالميه، ومن الام اي تي في مؤتمرين، ومن اماكن ثانيه كتيره، ومثلا المؤسسه اللي هي بتنتج ويكيبيديا برضو طلبتني اكون متحدث مدعو في احد مؤتمراتها الى اخره. وانا مارست التدريس في فرنسا وفي مصر وعارف الفرق، وان شاء الله هنحاول ان احنا نحسن من الاسلوب ده. بالنسبه للبحث العلمي، أنا أعتقد إن البحث العلمي طبعًا هو قاطرة التنمية في أي بلد، وده دور الجامعة، وده دورنا في إطار ثورة 25 يناير إن شاء الله، إن إحنا ندفع مصر الاتجاه إنها تبقى المكان اللائق بيها. أنتوا عارفين الإنفاق على البحث العلمي كنسبة من الدخل القومي شكلها إيه؟ في الدول المتقدمة النسبة دي 2.5%، المتوسط العالمي 1.8%، إسرائيل 4.5%، مصر كام؟ مصر في احسن التقديرات 3 من 10%، ما جاتش ثلث المتوسط العالمي.
طبعا هذا الكلام لازم يتغير، وده مش هيحصل غير بتعاوننا جميعا عشان نحققه. احنا بنتكلم على الاقتصاد القائم على المعرفه النهارده، الثروه بتيجي من كل الحاجات، ثروه اي مجتمع في الدنيا النهارده بتيجي مش من البترول ولا الحاجات دي خالص، بتيجي من القدره على انتاج تكنولوجيات متقدمه، الكترونيات، اتصالات ومعلومات، هندسه طبيه، طاقه، حاجات كتير، ودي اللي احنا عايزين نركز عليها. بس مش يعني نركز بمعنى ان احنا نبقى عارفين بنعمل ايه، مش بنعمل كل حاجه وبالتالي ما بنعملش ولا حاجه. الحقيقه بحث علمي من غير سياسه بحث علمي عباره عن بنحرف البحر. ومش عايز ان احنا مش محتاجين نبتدي من الصفر. من حوالي سنتين او ثلاثه الدوله انشات حاجه اسمها المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. وهذا المجلس انشا عدد من المجالس النوعيه المتخصصه كل في مجاله، منهم حاجه اسمها مجلس العلوم الهندسيه اللي انا شرفت بعضويته. وهذا المجلس تمكن من وضع تصور لسياسة البحث العلمي على المستوى القومي في مجالات الهندسة، وفي مجالس تانية برضو يعني داخل فيها حاجات أكثر من المجلس. التصور ده موجود بقاله حوالي شهرين وتم عرضه على الجمهور، وفي تعديلات هتحصل إلى آخره. مش عايزين بقى نقف هنا، ناخد عايزين نقطه في الثمرة دي، عايزين إحنا نعمل على مستوى الكلية خطة بحث علمي للكلية مبنية على اللي حصل على المستوى القومي. بس عشان مش قادر نعمل كل حاجه لازم نختار المحاور اللي احنا بنشتغل فيها. نختار محاور، يعني ما ينفعش نختار 100 محور يبقى كده هنهرج. لازم نختار عدد محدود جدا محاور، يكون 3 4 5، وكل محور هيبقى فيه اكتر من قسم مشارك. مثال بسيط، النانو تكنولوجي كل اقسام ممكن تشتغل فيها. الهندسه الطبيه 3 4 5 اقسام ممكن تشتغل فيها. الميه 3 اقسام الى اخره. هذه المحاور لما هنتفق عليها باسلوب ديمقراطي طبعا، وبناء على اللي بيحصل على المستوى القومي، هنبتدي نشتغل بجد ان احنا نوجه جميع الطاقات والموارد ان ننجح هذه المحاور. احنا من ايام محمد علي لغايه النهارده بنبعت مبعوثين للخارج، كل واحد يدرس الحاجه اللي هو عايزها ويرجع، واحنا مش عارفين نستفيد بيه. ده كلام فارغ. وكتير جدا كنا بنقول هنحط سياسه بحث علمي مش عارف ايه، بس كله كان بيبقى حاجات ورقيه والناس مش مقتنعه بيها وما بيحصلش حاجه. فان شاء الله هيبقى جميع الموارد البحثيه المتوفره في الكليه مش قليله، بس مش مستغله، عايزين نستغلها سواء في الكليه او في الجامعه او التمويل من جهات خارجيه سواء مصريه او اجنبيه. دي حاجه انا عملتها قبل كده اكتر من مره، وهحاول اساعد الناس ان شاء الله من خلال فرق تقدر انها تدينا الدعم اللوجستي عشان نقدر نوصل للتمويل، ان احنا الرسائل، البعثات، حضور المؤتمرات للمعيد والاستاذ، النشر، كل ده هيبقى ممول ان شاء الله، بس لو اشتغلنا في احد المحاور اللي اتفقنا عليه. هي دي بالنسبه لخبرتي في البحث العلمي، انا لي عدد كبير من الابحاث، اكثر من 40 بحث، منهم نسبه كبيره في مجلات علميه اي تي بي اي اس بي سبرينجر فيرلاك الى اخره. وانا برضو يعني شرفت بان انا ناشر مشارك في عدد 3 مجلات علميه كبيره جدا. ناشر مشارك دي يمكن الناس ما تعرفهاش، هو المجلات طبعا لما بيجي لها بحث بتبعته للمحكمين. مين اللي بيبعت؟ مين اللي بيختار المحكمين؟ هو ده الناشر المشارك. فانا بختار المحكمين، ولما المحكمين يتفقوا اهلا وسهلا، لو اختلفوا بيبقى لنا ليا الحكم مين فيهم اللي على حق. الكلام ده فين؟ في 3 مجلات كبيره قوي، مجله منهم تبع الاي تريبل اي، ومجلتين تبع الاي اس ام اي اللي هم اكبر هيئتين في مجال الهندسه اعرفهم يعني. انا حاصل على جوائز عالميه وحاصل رئيس مؤتمر دولي وعضو في عدد المؤتمرات الدوليه، عضو منظم يعني من سواء امريكا او اوروبا في عدد المجالات. برضو كل ده هتلاقي تفاصيله في السي في، هتبقى متوفره لديكم ان شاء الله. انا كمان برضو طبعا عضو المجلس النوعي للعلوم الهندسيه اللي حط سياسه البحث القومي في مجال الهندسه، ومؤلف مشارك في انسايكلوبيديا هتطلع قريب ان شاء الله. الحمد لله. بالنسبه لخدمه المجتمع، انا شايف ان هي دي الرساله الاسمى للكليه. خدمه المجتمع هي دي رسالتنا الاسمى. وفي هذا ان شاء الله خدمه المجتمع والبيئه هتبقى في تناغم كامل وفي تعاون كامل، سواء مع البحث العلمي من ناحيه او مع الانشطه الطلابيه من ناحيه. حكاية إن البيئة لوحدها والمش عارف البحث العلمي لوحده بتاع ده المفروض هينتهي إن شاء الله. لازم كل ده هيبقى طالما عندنا سياسة واضحة، يبقى لازم كل ده هيبقى بيساعد بعض. اللي هتابعه إن شاء الله إن هيبقى عندي سياسة نشطة وجادة لفتح جسور للحوار مع الهيئات سواء على مستوى المحافظة أو مستوى قومي أو حتى في التعاون الدولي.
بالنسبة للمجتمع بتاعنا هيبقى الهدف إن إحنا نتعرف على مشاكل المجتمع ونحاول مع الناس، مش ما فيش داعي للتعالي، مع الناس اللي هي عارفة مشاكلها كويس هنقدر إن إحنا نحاول نقترح حلول. الحلول دي قد تكون بحث علمي، الحلول دي قد تكون نشاط هندسي يبقى بنتكلم على الوحدات ذات الطابع الخاص، وقد تكون نشاط طلابي سواء في صورة مشاريع أو في صورة أي نشاط طلابي آخر. كل ده لازم يعمل في تناغم زي ما قلنا ما بين التعليم الطلاب والبحث العلمي. البيئة المفروض تبقى هي محصلة ده كله، ازاي نقدر نستفيد بيه في خدمة المجتمع. طبعا هيبقى ان شاء الله في تواصل مع الخريجين بحيث ان هم دول هيبقوا السفراء بتوعنا اللي هنقدر من خلالهم نوصل الى جميع الهيئات القومية سواء اللي عايشين في مصر او الموجودين في الخارج. وان شاء الله في حاجة تانية عايز اعملها اللي هي يوم التوظيف ان شاء الله كل الناس. يوم التوظيف ده بتيجي شركات تعرض نفسها للجمهور وطلبه بندربهم ازاي يعرضوا نفسهم على الشركات، وشركات كتير قوي بتمول حاجه زي كده، بحيث ان هو ده الطلبه طبعا هم بتوع البكالوريوس، بحيث ان هم يقدروا ان شاء الله يبقى عندهم فرص توظيف كويسه. خبرتي في مجال خدمه البيئه، انا زي ما قلت لكم قبل كده انا كنت مدير ومؤسس مركز الابحاث في الجامعه الفرنسيه، وده يعني كانت اول جامعه خاصه تعمل مركز ابحاث بيخدم البيئه وبتعمل تعاقدات، وعملت تعاقدات كتيره مع هيئات إقليمية دولية وإقليمية، مع شركة MP، مع اليونسكو، مع إتيدا، مع هيئات كتيرة. وهي ديت وما ده ما كانش بيحصل عشان أنا قاعد في المكتب، كان بيحصل عشان زي ما قلت لكم فعملت سياسة جادة للحوار وفتح الجسور مع كل الهيئات عشان أتعلم منهم مشاكلهم إيه وأحاول إن أنا أشوف حلول مبتكرة. أنا برضو مدير، وكنت مدير ومؤسس مركز التعليم المستمر للجامعة الفرنسية، وده كان وصلت كبيرة جدا مع ان عدد اعضاء التدريس في الجامعة الفرنسية كله بدأت عشرات يعني. وكنت مؤسس على فكرة وحدة تحديث الصناعة هنا في كلية الهندسة سنة 2002، وفي اول سنة 2002 كان قدرنا ان احنا نحقق عائد، قدرنا نحقق دخل، والناس اللي هم شاركوا معايا في عدد من المشاريع كلهم اداروا يشهدوا انا ما كنتش بحط اسمي في كل المشاريع ولا حاجة، وكان هدفي ان الناس تقدر تشارك، واي واحد كان بيشارك كان بيحصل على كامل مجهوده طبعا ما عدا النسب اللي بتقطعها الجامعه والحاجات دي واللي هي عايزين نعيد النظر فيها ان شاء الله. عايز اقول في النهايه احنا مع بعض نقدر ان شاء الله نحقق الاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها بتعاونكم. وانا يمكن اول خطوه النهارده بعملها بحاول ان انا اوصل رؤيه، اذا الناس تبنتها يبقى انا نجحت، سواء نجحت ابقى عميد ولا ما نجحت، لكن لو نجحت في ان الناس تتبنى هذه الرؤيه فدي خطوه كبيره لقدام. انا شايف ان مصر تستحق ان شاء الله ان يبقى عندها جامعه تتبوى مكانه عالميه، وعشان ده يحصل لازم تبقى جامعه مستقله، وعشان ده يحصل لازم تبقى القيادات منتخبه. احنا قطعنا شوط كبير في هذا الاتجاه، واتمنى ان الانتخابات دي تجيب من هو اصلح لصالح الكليه ولصالح اعضاء التدريس ولصالح مصر. شكرا.